الحمد لله يعني وجود الجماهير يعني كانت خطوه احنا فكرنا فيها كتير، احنا بقالنا سنتين او ثلاثه بنلعب دوري الحمد لله ممتاز جدا وعامل حاله فنيه عاليه قوي. حته ان انا النهارده كان الحاجه الوحيده اللي بنفكر لها اللي ناقص الحاله الجميله اللي اتعملت في المسابقات بتاعت الدوري او الكاس في الاتحاد الفتره دي، فهو كان لازم يدخل الجماهير، هي عنصر اساسي وعنصر مهم جدا. احنا نتمنى ان شاء الله يفضل الجمهور موجود وفي التزام عشان نقدر ان احنا ندخل الناس في نهائي الدوري، وفي بطوله افريقيه رجال وسيدات موجوده على نظام نادي الاهلي في مصر. وبالعكس يعني انا شايف دخول الجماهير احيا لعبه الكره في طرف الاولمبيه. هل ممكن اتحاد الطايره يفكر في زياده عدد الجماهير في نهائي الدوري والكاس، ولا يكمل 1000 لكل فريق برضو؟ والله بص اقول لك، احنا بنحاول نزود العدد بكل فتره عن كل بطوله عن اللي قبلها، لان زياده العدد ده من مصلحتنا ومصلحه اللعبه. انما هي المشكله ساعات بتحكمنا حاجات الساعات الموجوده في الصالات نفسها، لان مش معظم الصالات بتشيل اعداد كبيره، يعني العدد كبير معظمها في استاد القاهره، بس احنا متوفرين حاليا الصالات يعني صالة كبيرة زي اتحاد الشرطة زي حسن مصطفى. فبنحاول ساعتها في الاجتماعات ان احنا نشوف احسن او اقرب عدد للسعر الموجود في الصالة، هنحاول نخلي اكبر عدد ان شاء الله من الناس. هل نهائي الدوري الكاس يشهد تحكيم اجنبي وتطبيق تقنية الفيديو زي الموسم اللي فات، ولا الاتحاد الطائر هيكمل برضه بالتحكيم المصري مع وجود تطبيق تقنية الفيديو؟ لا بص هقول لك حاجة، احنا الحكام المصريين ان شاء الله هم اللي مكملين. احنا لما بنيجي نعمل تجربه بنعملها عباره عن توأمه، بنحاول نعمل تبادل خبرات. السنه اللي فاتت كان تبادل خبرات بيننا وبين دوله الامارات الشقيقه، لان العلاقه بينه وبين الامارات كاتحاد اماراتي والدوله حاجه محترمه جدا، فده نوع من انواع تبادل الخبرات. انما احنا الموسم ده لا، مكملين بالحكام المصريين، وان شاء الله بنحاول عشان تقنيه الفيديو دي ليها اشتراطات وليها ترتيبات كثيره جدا، حاجه كبيره قوي يعني، بنحاول ان احنا نوفرها، ويمكن هيساعدنا في ده لو النهائيات ان شاء الله كانت حسن مصطفى، لان هي فيها بعض كاميرات وتقنيات الفيديو هتساعدنا ان احنا نعمل الحاجه دي. تمام، الف مبروك على التنظيم يا كابتن، والتوفيق في الرجاله. مبروك ليكم ومبروك لاسره الكره بتاعت مصر.